السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد للربح المجاني من الانترنت. طبعا كالعادة كريبتو وار افضل الموقع كما قلنا لهذا الشهر. يعني هذا الموقع سحبت منه حتى الان 94 دولار، يعني الموقع في يومه 31، يعني في اسبوعه الرابع، يعني سيكون يعني اليوم 6/12/2020 اخر يوم من البونس لهذا الأسبوع اللي هو الأسبوع الرابع. يعني نتمنى فقط أن يستمر الموقع، لكن أظن أنه ستكون اليوم الأخير الذي نربح منه بالمجان من هذا الموقع. المهم سنشرح فقط الموقع من أجل البونس كالعادة. هذه واجهة الموقع، من هنا طبعا سينوب للتسجيل في الموقع، تضغط على سينوب. هنا يعني تملأ هذه البيانات، اسمك، ايميلك، يوزر نيم، باسورد، تعيد كتابة باسورد، بعد ذلك تضغط على ساين اب. طبعا لدي حساب، لذلك سأدخل مباشرة الى حسابي. يعني بعد الدخول الى حسابي سأريك انني يعني لم استثمر ولا دولار واحد. المهم عندما تأتيك هذه الواجهة مثلا تختار ايثريوم، بعد اختيارك لايثريوم يأتيك يعني هذه الواجهة. من هنا يعني تختار العملة التي تريد أن تستثمر عليها، مثلا إيثريوم LTC أو دوج أو BTC، أي عملة تريد الاستثمار عليها. تضغط على ميك ديبوزيت هكذا. بعد ذلك يعني تقوم بإدخال هنا الرقم الذي تريد استثماره. بعد ذلك يعني يعطيك هنا بالساعة، باليوم، بالأسبوع، وبالشهر أرباحك. تضغط على ميك ديبوزيت، تأتيك يعني أدرس تقوم بإرسال مثلا الإيثريوم لتلك الأدرس. بالنسبة لريفيرال بروجرام، من هنا يعني تجلب رابط الإحالة الخاص بك. ها هو كما ترى رابط الإحالة الخاص بك، إذا كنت تريد يعني الترويج لرابطك. أيضا إذا كنت مستثمر في الموقع، يعني هنا لا أنصح بذلك. من هنا يعني تدخل إلى Edit Profile من أجل وضع الأدرس مثلا الإيثريوم. إذا كنت مستثمر بالإيثريوم تضع الأدرس الخاصة بالإيثريوم، تضغط على سيف. إذا كنت مثلا مستثمر في الدوج، يعني تضغط على دوج، بعد ذلك Edit Profile، بعد ذلك تضغط هنا تضع هنا فقط الأدرس الخاصة بالدوج اللي السحب عليها، تضغط على سيف. هذا كل شيء. يعني هذا هو أفضل موقع حاليا موجود للربح المجاني من الإنترنت. لنا لقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.